It's good to be once more together with so many vital partners in strengthening our cooperation on the future of this consequential region of the world. I'd like to thank our Saudi host for inviting the United States to join this summit. المملكة العربية السعودية على دعوتنا للمشاركة في هذه القمة. لقد تغير الكثير منذ زيارتي الأخيرة لهذه المنطقة عندما كنت نائبا لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الدولي وأيضا على المستوى الإقليمي، وقد شهدنا على محاولات من أجل تقويض النظام الدولي، وثمت بعض التحركات على مستوى الهاد فضلا عن الأزمة في أوكرانيا وأيضا إيران وأنشطتها في منطقة الشرق الأوسط. ونشهد على هذه التغيرات في المنطقة فالمرة الأولى منذ 11 من سبتمبر نزور هذه المنطقة وما من جنود أمريكيين في المنطقة. يسرنا أيضا أن نشيد بالتضحيات التي قدمها الأمريكيون وأيضا ابني الذي كان موجودا في العراق لعام واحد، ولا ننسى أيضا الجنود الأمريكيين الذين ضحوا أيضا بحياتهم في العراق وأفغانستان وغيرها من البلدان خلال العقود الماضية. ولكن اليوم يسرني وأنا أفخر بأن أقول بأننا لا نشارك في هذه وما من جنود قادمون إلى المنطقة. سنحافظ على قدراتنا وعلى من أجل الحد من التهديدات الإرهابية أينما وجدناها، ولقد أثبتنا ذلك هذا العام مع العمليات التي حصلت هذا الأسبوع والتي تخلصت من شخصية بارزة في تنظيم داعش. وندعو الجميع للتعاون معنا، وسنركز مواردنا واهتمامنا وانتباهنا لدعم شركائنا ولبناء الائتلافات والتحالفات ولمعالجة المشكلات التي تواجه هذه المنطقة والعالم اليوم. الولايات المتحدة الأمريكية تدرك مدى التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وستوجه قدراتها من أجل مواجهة هذه المشكلات، وتتمثل اهتماماتنا وأهدافنا بالتركيز على الإنجازات المنطقية، وسنوجه مواردنا من أجل تحقيق إنجازات ونتائج ملموسة، كما سنعمل في منطقة الشرق الأوسط كما هي المنطقة الآن منطقة أكثر اتحادا مما كانت عليه، ومجلس التعاون الخليجي مثال يحتذى به، فتم تعزيز الروابط الاقتصادية والروابط الدبلوماسية وتم تشكيل ائتلافات وتحالفات جديدة في منطقة الشرق الأوسط، وستعرف منطقة الشرق الأوسط على أنها منطقة الفرص. دعوني أوضح، الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى شريكا نشطا وفاعلا في منطقة الشرق الأوسط، فمع الزيادة التنافسية على مستوى العالم ومع الزيادة التعقيدات على مستوى العالم أصبح من الواضح بالنسبة إلي أن هذا التقارب ومدى تقارب مصالح الولايات المتحدة الأمريكية مع النجاح في منطقة الشرق الأوسط. لن نترك هذه المنطقة ولن نترك فراغا تملأه الصين أم روسيا، بل سنسعى إلى البناء على هذه المبادئ التأسيسية للعلاقات الأمريكية مع المنطقة. الإطار الجديد لمنطقة الشرق الأوسط يجتمع على 5 مبادئ سأتطرق إليها الآن بإيجاز. أولا، الولايات المتحدة ستدعم تعزيز العلاقات والشراكات مع الدول في المنطقة على أساس النظام الدولي، وسنحرص على أن هذه الدول قادرة على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات والتهديدات الخارجية، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحرص على أن هذه الدول ستكون جزءا أساسيا من النظام العالمي. فإن مجلس التعاون الخليجي فضلا عن مصر والأردن وبعد الأزمة في أوكرانيا أظهر ذلك أن القيم الأساسية للسيادة الوطنية هي قيم عالمية، وأود أن أكون واضحا، دعم النظام القائم على أساس القواعد المعروفة للجميع لا يعني أنه علينا أن نتفق على كل المسائل، ولكن أن نتفق على المسائل الأساسية التي تسمح لنا بالتعاون معا من أجل مواجهة التحديات الأساسية. على سبيل المثال فيما يتعلق بالأمن الغذائي، إننا نلتزم
بتمويل بمليارات الدولارات من أجل الحرص على الأمن الغذائي في المنطقة، مع أكثر من مليار دولار توفرها الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بالأمن، فقد نوافق على تلبية الاحتياجات الدولية، ومنتجو مصادر الطاقة زادوا هذا الانتاج ونتطلع قدما إلى ما سيحصل في الأشهر المقبلة. فيما يتعلق بالأزمة المناخية، لقد تعهدنا جميعا بتمويل بمليارات الدولارات من أجل الخفض من حدة الانبعاثات، كما نعمل على تحسين سلاسل التوريد والبنية التحتية. وأتطلع قدما إلى استضافة كل من جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة للقمة الدولية المتعلقة بالمناخ. ثانيا، الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح للقوى الدولية أو الإقليمية بتعريض الملاحة البحرية للخطر، خاصة في مضيق هرمز وباب المندب، كما لن نقبل أي مسعى لأي دولة بأن تهيمن على المستوى الإقليمي، وأن النقل والانتقال الحر للموارد في المنطقة مهم على المستوى الدولي. اليوم المنطقة أفضل مما كانت عليه من قبل، وأيضا هذه المنطقة تظهر أن القواعد الدولية ناجحة، وستسعى إدارة إلى حماية هذا النظام القائم، كما سنعمل أيضا على توطيد الشراكات مع العديد من الشركاء من أجل حماية البحر الأحمر، ويشمل ذلك استخدام السفن المتقدمة وتكنولوجيات المتطورة من أجل تعزيز ورفع مستويات الوعي فيما يتعلق بالملاحة البحرية، كما سنقدم الأنظمة من أجل وضع حد للتهديدات الجوية. ثالثا، الولايات المتحدة الأمريكية لن تسعى فقط إلى الحد من التهديدات، بل سنعمل أيضا على خفض التوترات ونقلل من حدة تصاعد هذه التوترات. فكما ذكرت، نعمل في اليمن بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة من أجل تعميق هذه الهدنة في اليمن، وأيضا نسعى إلى جمع دول المنطقة معا. وبعد أشهر من الدبلوماسية، تمكنا من التوصل إلى اتفاقية من أجل حماية البحر الأحمر وتحويل منطقة كانت تشهد العديد من النزاعات إلى منطقة مستقبلية تسمح بالسياحة وغيرها من المجالات. ونواصل أيضا مواجهة التحديات التي تشكلها إيران، ونسعى عن طريق الدبلوماسية إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني. مهما حصل، الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على عدم حصول إيران على الأسلحة النووية. رابعا، الولايات المتحدة الأمريكية ستبني العلاقات الأمنية والشراكات بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها أينما كان ذلك ممكنا، مع احترام سيادة هذه الدول. وهذه الترابطات وهذه الشراكات هي الموضوع الأساسي لهذه القمة اليوم. كم مضى من سنوات ونحن نحاول دعم العراق وربط شبكته بشبكة الخليج الكهربائية. أتذكر أنه في عندما كنت نائبا لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية قلت وشجعت على القيام بذلك، واليوم نحن وبعد سنوات من الجهود وبعد جولات عديدة من النقاشات أنجزنا ذلك، والعديد من المشاريع في المنطقة ستبصر النور، والشركات بين الجيران مثل الاستثمارات السعودية في المملكة الأردنية الهاشمية، وسنبني على هذه العلاقات وسنلمس ثمار هذه الجهود وستلمسها شعوب المنطقة. خامسا، الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم دائما رفاه الإنسان وشرعة الأمم المتحدة، وهذه المبادئ أساسية لنا كمواطنين وأمريكيين، فهذا الأمر جزء من ميثاقنا الوطني، وندعم دول المنطقة على تحقيق إمكانيات شعوبها وعلى بناء قدرات أفضل وبناء أيضا جيوش متقدمة وحديثة.
I've gotten plenty of criticism over the years. خلال السنوات الماضية تلقيت الكثير من الانتقادات، وأعتقد أن هذا الأمر والجهود التي بذلتها تساعد على تعزيز الابتكارات. المؤسسات ومحاربة الفساد واحترام حكم القانون هي طريقة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز رفاه المواطنين. ما من دول تصيب دائما، والولايات المتحدة ليست بالاستثناء، ولكن قوة شعوبنا وقوة بلادنا والثقة التي نتمتع بها في بلداننا تسمح لنا بتعزيز قدراتنا. دعوني ألخص هذه المداخلة. الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر في بناء مستقبل أفضل في المنطقة بالشراكة معكم جميعا، والولايات المتحدة الأمريكية لن تذهب إلى أي مكان. هذه الطاولة تضم قادة من مواجدي الحلول للمشكلات. شكرا جزيلا على توجيه الدعوة لي للمشاركة في هذه القمة اليوم، وشكرا جزيلا لكم وللشركات التي تجمعكم مع الولايات المتحدة الأمريكية. فليحمي الله جميع بلداننا.